مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية في اخر فقراتنا والفقره الطبيه، ودخلت المدارس ودخل البرد شويه معاها، سواء كان في مصر او في اي بلد تانية. في بعض البلاد التانية دخلت الدراسه ومعاها البرد القارس الشديد. خلينا نشوف بقى ابرز امراض الشتاء اللي ممكن تصيب بولادنا، من البطاطس المحمره اللي ولادنا بيحبوها لصحه ولادنا برضو، مع دكتورتنا الدكتوره حنان علي، اخصائيه طب الاطفال وحديث الولاده. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه ندى، واهلا بكل مشاهدين بيتنا. وديتي العيال على المدرسه وجيتي؟ ولا احنا اجازه النهارده؟ احنا النهارده اجازه فعلا. هنروح بقى نشوف نعمل بطاطس محمره بحبه زيت بسيطه كده عشان تبقى صحتهم تمام. حنان، اشهر امراض الشتاء، يمكن الاولاد بيخشوا المدرسه وبيرجعوا، اللي راجع سخن واللي راجع زوره بيوجعه مش قادر ابلع يا ماما، واللي راجع حاسه في حاجه بتهرش فيها هنا او بتهرش هنا، في مشكله كبيره، في بعض الكائنات بتتوغل كده. فخلينا نشوف معاكي ايه ابرز امراض الشتاء اللي ممكن تصاب او يصاب بيها اولادنا خلال المدرسه. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن أمراض الشتاء زي ما أنت قلتي فعلا فعلا، يعني الفصل ده بيتميز بعض الحاجات اللي الأمهات لازم تاخد بالها منهم. بس احنا هنقول ان هما قسمين اساسيين، بتبقى اشهرهم طبعا امراض الجهاز التنفسي. يمكن دي اكتر حاجه بتحصل عند الاولاد في الفصل ده بالذات، او في الخريف والشتاء، يعني في دخله الشتاء، من بقى رشح وزكام وبرد وانفلونزا، ممكن ندخل بقى في التهاب في الزور ومعاه كمان التهاب في اللوز، او لو سن صغير شويه ممكن يبقى عنده تكرار في التهاب الاذن الوسطى. دي بتبقى حاجات يعني منتشره بس بسيطه شويه، ممكن بعد كده لا قدر الله تقلب بقى بالتهاب شعبي او حتى التهاب رئوي، بتبقى دي شديده شويه على الاطفال. برضو فصل الشتاء او في الخريف عامه، عشان الرياح وعشان انتقال حبوب اللقاح والحركات دي، لو الطفل عنده حساسيه تبقى عرضه ان هي اصلا تزيد في الوقت دوا، او بيبقى معدل انتشارها زايد في الوقت دوا، سواء حساسيه انف او حساسيه صدر، او حتى يحصل معاها حساسيه في الجلد، فدي بتبقى مشهوره جدا في فصل الشتاء. برضو احيانا الجهاز الهضمي بتجيله مشاكل في فصل الشتاء، خاصه موضوع الاسهال المتكرر، وبيكون سبب فيروسي على فكره، ودي نقطه مهمه جدا، يعني ما بيكونش سبب بكتيري، مش بيحتاج مضادات حيويه، هو بيكون السبب الاساسي فيه فيروسي، الاسهال المتكرر دوا، وبيحتاج بس شويه سوائل ومحاليل جفاف، والطفل بعدها بيتحسن على طول. الى جانب بقى بعض الحاجات اللي ممكن تيجي من الزحام الشديد في المدرسه مثلا، يعني لو اعداد كبيره في الفصول او حتى في الروضات اللي هي الحضانات، في الغالب ممكن ينتقل من بعض الاولاد وبعضهم حاجات بينهم وبين بعض، والعدوى ساعتها بتكون زايده جدا في الوقت دوا يعني. طيب دكتوره حنان، خلينا نشوف بقى ابرز الاعراض، يعني هيظهر عليه مثلا احمرار في وشه، هيظهر عليه خمول، مش قادر يتحرك، حاسس انه على طول تعبان تعبان. خلينا نشوف معاكي ابرز الاعراض لامراض الشتاء على الاولاد، سواء كان بقى اولادنا صغيرين او حتى علينا احنا ككبار، احنا برضو دخلت الشتاء بتيجي علينا رجلها بتبقى تقيله شويه، فاحنا برضو بيحصل لنا بعض المشاكل الصحيه معاكي. صحيح، والكل ممكن يتعب في الفتره دوا، وممكن من اكثر اسبابه ان هو اصلا في الوقت ده البكتيريا والميكروبات عامه بتكون نشطه جدا في الوقت دوا، يعني مع تغير درجات الحراره، يعني مثلا الصبح والليل بنلاقي درجه الحراره بتبقى منخفضه قوي والبروده شديده، يعني ممكن نيجي في النهار نلاقي الشمس طالعه فمسخنه الجو شويه والاولاد حرانين، فالتغير في درجات الحراره ده بيبقى من اكثر الاسباب اصلا اللي بتخلي البكتيريا نشطه في الوقت دوا. لكن في الغالب لو هي بتبقى امراض جهاز تنفسي، هنلاقي بقى الطفل بيبدا ان هو يزكم ويحس ان انفه مسدوده على طول، بيكح، بيعطس كتير جدا، او دايما في انفه نازله باستمرار، يمكن عندي رشح وانفي مش واقفه، يعني على طول في سيلان في الانف، فدي كلها بتبقى اعراض لا ان الطفل ده داخل على نزله برد، او ممكن تطور بعد كده التهاب حلق. ممكن الطفل فجاه تلاقيه ان هو قايم حاسس ان زوره مقفول، مش قادر يتكلم، مش عايز ياكل، رافض الاكل تماما بسبب ان في التهاب في حلقه، فهو ده بداياته ان هو بيبدا ان يبقى فيه زوره مجروح او بيألمه يعني. وطبعا اهمهم بقى درجات الحراره، ان يعني الطفل بيبدا يسخن فجاه والام ما بتبقاش عارفه هو سخن ليه، وممكن ما تبقاش شايفه اصلا اي اعراض ثانيه غير السخونه فقط لا غير، بس دي بتبقى عرض لحاجه جايه بعدين، فالام تاخد بالها في الوقت دوا. لو طبعا المشكله بتبقى في الفيروسات او اللي هي الجهاز الهضمي، يعني في الغالب بقى الطفل بيبقى عنده اسهال متكرر، او اي حاسس ان معدته تعباه ومش قادر، يعني حاسس ان هو عايز يتقيأ وممكن يبقاش عايز يروح المدرسه في الوقت دوا، فحسب نوع المرض اللي هيجي للطفل في الغالب اعراضه بتظهر قبلها بالشكل دوا يعني. تمام جدا. طيب اشمعنى الشتاء له امراض معينه ومحدده، يعني ايه اسباب امراض الشتاء؟ في الغالب فصل الشتاء زي ما قلنا بيبقى فيه تغير في درجه الحراره فجاه، فبتبدا الميكروبات تنشط جدا في الوقت دوا، الى جانب اصلا ان مناعه الاطفال بتكون لسه ضعيفه، فمع التغير ده هي مش بتقدر تتحمل التغيرات في درجه الحراره،
ومع ضعف المناعه ومع ان في الغالب دايما الشتاء مرتبطه بالمدرسه، والمدرسه فيها ان الطفل بيروح كل يوم، يعني بيحتك بما لا يقل مثلا عن 200 طالب، شويه في الفصل وشويه في الحوش بره، والاساتذه برضو هكذا لو حضانه، فالطفل معرض اصلا لناس كتيره بره، وبالتالي بيلقط منهم اي شيء. ومشكله برضو ان امراض الشتاء طرقه العدوى فيها سهله جدا، يعني هو الطفل عنده شويه برد راح بيهم المدرسه يعطس، يعني سبحان الله العطسه دي بيبقى فيها ملايين الميكروبات بتتوزع طبعا على الفصل كله، على الفصل كله يعني. لان بتقعد اصلا ممكن يعني بعض العلماء بيقولوا ان بتنتشر ل 5 متر لقدام، يعني ممكن توصل فيها كميات عاليه جدا من الميكروبات. عشان كده احنا يعني ما نستهونش بطرق الوقايه، مجرد بس ان انا اعلم طفلي لما يعطس بياخد منديل يحطه على انفه، دي يعني بتقي كتير جدا، ملايين الميكروبات بتكون موجوده في العطسه دي. فطرق انتقال العدوى نفسها سهله جدا في فصل الشتاء، فده اللي مخلي برضو ان سهل جدا الاصابه بيها في الوقت دوت. تمام جدا. طب خلينا ننوه لكل مشاهدينا ان احنا ارقامنا هتنزل قدامكم على الشاشه، كل اللي حابب يسال دكتوره حنان علي اخصائيه طب الاطفال وحديث الولاده اي سؤال خاص بامراض الشتاء وطرق العلاج، لو في اي مرض لا قدر الله موجود عند اي طفل طبعا بنسعد بالتواصل معاكم من خلال ارقامنا او من خلال اللايف اللي موجود على صفحه بيتنا احلى او على صفحه مكملين الرسميه. دكتوره حنان خلينا نشوف تعليقات مشاهدينا واسئلتهم. سميه عبد الحميد بتقول لك صبحكم الله بالخير، انا ابني تم 3 شهور الحمد لله، حاسه انهم 3 سنين. حبيبتي ربنا يعينك ويقويكي. ممكن اعرف ازاي اتعامل معاه في الشتاء الوقايه، يعني عشان خايفه قوي من الشتاء وتعبها وامراضها. طبعا السن ده 3 شهور سن يعني ضعيف جدا ومناعته ضعيفه جدا، فهي محتاجه ان هي فعلا يعني تحرص عليه في الوقت دوت. اول حاجه ان هي في تلبسه اللبس المناسب لفصل الشتاء، يعني لازم هتزود شويه في عدد الملابس على حسب درجه الحراره اللي هي فيها، تتجنب طبعا ان هو لا يعرق جامد، يعني لا تلبس تقيل لدرجه ان الطفل يبقى عرقان، ولا ان هي تلبس خفيف لدرجه ان الطفل يبرد منها. فدي دي نقطه مهمه، ان هي يعني لبس مناسب لدرجه الحراره. لان في بعض الامهات يعني بيبقى عندهم خوف بزياده فبتلبس كميات كبيره جدا. بالظبط، تلاقي حبيبي العيل عامل ايده متشدده كده من كتر الهدوم، مش قادر يحرك دراعه، هو يبقى عرقان، وبالتالي عرقه ده هو اللي هيدخله بعد كده في امراض. فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ان السن ده بيكون صغير جدا ومساحه جسمه نفسها صغيره، فهو يعني مساحه جسمه بالنسبه لراسه صغيره، فراسه يعني بتعتبر واخده مساحه كبيره من جسمه، فلازم تدفي راسه بشكل كبير، يعني طاقيه صغيره قطن تحطها له. دي طب انا بسمع احيانا ان موضوع الطاقيه دي هي سبب او اس المشاكل كلها، الطاقيه قلعت الطاقيه يبقى الواد هياخد برد على طول، عشان لو ما هو لو عرقته ولو فضلت ان هي مواظبه عليها ساعتها لما تخرج في جو مختلف ممكن ساعتها هيعيا، لان هو بيبقى عرقان فيها. لكن الافضل ان هي تلبسها طول الوقت، معظم الوقت هي مغطيه راسه بطاقيه قطن خفيفه، في الغالب مش هيعرق منها يعني. بس تبقى المساحه دي لان هي مساحه كبيره من جسمه، يفضل ان هي تبقى متغطيه بحاجه قطن خفيفه. فدي طب هو 3 شهور طبعا اعتقد كده رضاعه طبيعيه فقط، او لو هو بيرضع صناعي فهي الرضاعه فقط مفيش حاجه ثانيه معاها؟ لا مش محتاجه اي حاجه، بس احنا بنقول ان قبل سنه، قبل سنه في اي مكان في الدنيا يفضل، ويمكن ده رولز تطبق عالميا، ان الطفل ياخد فيتامين د وياخد حديد. دي هي ما تهملهمش، من بعد ما يكمل الشهر الثاني، يعني هو دلوقتي 3 شهور لازم تبدا له فيتامين د، وبعد 4 شهور ان شاء الله تبدا له حديد. ضروري جدا. ليه؟ لان فيتامين د اصلا بيكون قليل في لبن الام، مش موجود بكميات كبيره، الى جانب ان في الشتاء فرصه التعرض للشمس بتكون قليله جدا، في بلدان اصلا الشمس فيها بتكون ضعيفه او مش بتبقى موجوده معظم الوقت، وفي بلدان ثانيه حتى لو الشمس موجوده هي بتخاف تخرج بيه بره اصلا، لان بتبقى في درجه حراره برده منخفضه. فيفضل ان هو لازم تبدا له فيتامين د، وكده ان شاء الله بعد 4 شهور تبدا له الحديد بس. وزي ما قلنا تلبس هدوم مناسبه لدرجات الحراره، وان شاء الله هتعدي الشتاء بكل خير يعني باذن الله. هي طبعا هيبقى في شويه زكام دايما هتحسهم، او دايما تقول لك انفه مسدوده على طول بيخنفر وهو نايم. دي على طول بتجيب محلول ملح، بيبقى حاجه طبيعيه جدا زي ميه البحر كده، وبتخليها عندها في البيت، وقت ما تحس ان انفه اتسدت بتسلكها له بنقط اللي هي محلول الملح دي، مش اكتر من ذلك يعني. لكن لا قدر الله لو درجه حرارته ارتفعت يفضل ان هي توديه للطبيب، لان السن ده ما بنحبش ان هي تتعامل معاه في البيت كتير. يفضل ان هي توديه للطبيب طالما اقل من 6 شهور لو درجه حرارته ارتفعت. تمام جدا. طيب اميره بتقول لو سمحتي يا دكتوره، انا بنت اختي عندها سنه وشعرها لسه ما طلعش، ايه هي الاسباب وهل ممكن تكون اسباب تغذيه؟ ممكن بدايه تكون وراثه، يعني دي ناخد بالنا منها، لو العيله عندهم فعلا الرجاله مثلا عندهم حالات صلع، او النساء عندهم حالات تساقط في الشعر شديده، فده ممكن يكون جزء منه وراثي، ما تقلقش يعني. لكن طبعا ممكن يكون في نقص فيتامينز، خاصه فيتامين د وفيتامين الف يعني، فممكن تبدا مالتي فيتامينز بسيط. هو سنه طبعا هيبدا ياكل، ممكن تكسر ساعتها من الخضروات والفاكهه، ولو ممكن تدي مالتي فيتامينز شرب عادي في البيت.
لكن اعتقد دي اشهر الاسباب. يعني لو دول ما جابوش نتيجه او ما كانش هم اصلا ليهم سبب في ان الشعر ما يظهرش، ساعتها ممكن يعني يعرض على طول جلديه، يعني نشوف ايه السبب اللي ما خلاش الشعر يظهر. تمام. طيب خليني ارجع معاكي لنقطه تسليك الانف بالميه وملح. يعني في بعض الناس بتخاف تقول لك الشفاط اللي احنا بنحطه في الانف ده له مخاطر كبيره جدا على المخ خصوصا في السن ده، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ الشفاط اليدوي اللي هي بتستخدمه الام ده ما فيهوش اي مشاكل عادي، بس فعلا يعني يكون في حالات انسداد، في افرازات موجوده جوه الانف هي الام ملاحظاها او بتنزل من انف الطفل او على طول سداه وعامله له خنفره، هي لو استخدمت المحلول الملح في الغالب هيكون كافي، يعني دايما تحطه له وتشفط بسيط، يعني مش هيبقى فيه استخدام متكرر ليه، تستخدمه مرتين في اليوم مثلا ومحلول ملح معاها عدد براحتها، يعني ما فيش مشكله، لكن ما فيهوش مخاطر جامده يعني. تمام. استخدامه امن يعني. طيب خليني انتقل معاكي بقى للتشخيص عشان نتاكد من بعض الامراض المعينه المرتبطه بفصل الشتاء. حضرتك كطبيبه اطفال وبيمر عليكي حالات كتير، في بعض العلامات او بعض الحاجات اللي بتشوفيها بتخليكي على طول تشخصي تشخيص معين، فايه ابرز العلامات اللي بتخليكي تشخصيها؟ احنا عندنا اشهر الحاجات زي ما قلنا اللي هي نزلات البرد والرشح والتهابات الاذن والتهابات الحلق والجهاز التنفسي، دي في الغالب هي اشهر الحاجات الموجوده. طبعا بدايه من الاعراض احنا بنقدر نشخص المرض، يعني لو الطفل مثلا لو التهابات الاذن في الغالب الطفل لو كبير هيقدر يعبر، يعني هو اكتر من 3 سنين مثلا هيقدر يقول ان انا ودني وجعاني، ان انا حاسس ان هي مثلا مش سامع كويس او ان هي بتألمني جامد هيقدر يعبر، لكن لو اقل من سنه في الغالب هيكون الطفل صعب ان هو يعبر عن التهاب اذنه، بس الام دايما بتشكي ان الطفل بيعيط باستمرار، مش مرتاح، مش بياكل زي الاول، مش بينام زي الاول، فدي في الغالب بتكون او بيهز راسه جامد، دي في الغالب بتكون شكوى لالتهاب الاذن في الطفل الصغير. وطبعا بيبقى في منظار طبي، مجرد ما طبيب بيشوف اذن الطفل يعني بيبان ان هي طبله الاذن محتقنه ومحمره، وممكن لا قدر الله يبان وراها كمان سائل، وممكن حتى يوصل ان السائل ده ينزل من اذن الطفل والام تشوفه. فدي كلها بتبقى حاجات بتبين ان لا ان في مشكله فعلا في الاذن او التهاب اذن وسطى بالذات يعني. التهابات الحلق طبعا مجرد ما الطفل الدكتور بيبص على يعني زور الطفل بيقدر يشوفها. برضو التهابات الجهاز التنفسي او الحساسيه بتبقى منتشره جدا برضو في الوقت دوت، ويمكن انا حابه يعني جدا انبه الامهات لموضوع مصل الانفلونزا، لان كتير من الامهات يعني مهملين او مش انا لسه عايزه اكلمك عليه لان في ناس بتخاف منه. بالظبط، الطفل متعود عليه وان انا لو مش اديتهوله بعد كده هيبقى عرضه اكتر واسرع للاصابه بنزلات البرد. والله مصل الانفلونزا مظلوم جدا مع الناس في الموضوع دوت. هو صراحه يعني احنا شايفين ان هو ما شاء الله تطور كبير جدا الموضوع دوت، بس طبعا احنا عايزين نفهم الامهات حاجه، مصل الانفلونزا مش زيه زي بقيه التطعيمات اللي هو بيدي مناعه ابديه، يعني هياخده مره خلاص الولد مش هيصاب باي برد تاني، لا طبعا دي معلومه مش سليمه، هو بيقلل حدوث النزلات البرد وبيقلل شدتها. يعني لو انا طفلي كان في الشتاء في الشهر بيجي له مثلا مرتين ثلاثه، لا هيجي له مره، ممكن كل شهرين يجي له مره، هو هيقلل عدد الاصابه، وفي نفس الوقت لو هي المره اللي كانت بيجي دي كانت بتدخله مثلا في التهاب رئوي او بتدخله في دور حساسيه جامد، لا هيبقى شدتها قليله شويه، فده اللي بيعمله المصل، ان هو بيقلل العرضه للاصابه وبيقلل شده الاصابه نفسها. الحاجه النقطه الثانيه ان هو اسمه مصل انفلونزا موسمي، يعني هو ما بيتاخدش غير في الموسم، يعني لازم يتجدد كل سنه، هو مفعوله كده ان هو يقعد سنه واحده، ليه بقى؟ لان اصلا فيروس الانفلونزا من الفيروسات اللي هي بتغير شكلها باستمرار وبتغير تكوينها، فانت المصله تديه السنه دي مش هينفع للفيروس السنه اللي بعدها الجايه، بيتغير، هو بيتغير دايما على حسب دراسات وعلى حسب الفيروس ده غير شكله بانهي طريقه. طبعا هو منتشر جدا وبينتقل من واحد للتاني وكلنا بنقعد ناخد مضادات حيويه على الفاضي، هو بيحور نفسه باستمرار. فدي نقطه مهمه، هو موسمي وبيتاخد كل سنه في قبل الشتاء، يعني في اللي هي فتره الخريف دي بيتاخد المصل دوت، بس احنا بنقول ان احنا مش نديه بس، يعني مش اي طفل محتاج مصل انفلونزا. في ناس معينه هي اللي محتاجه، مين هم الاطفال اللي محتاجين المصل دوت؟ ان الطفل هو بيجي له التهاب متكرر في فصل الشتاء، يعني على طول نزلات البرد والتهاب الحلق التهاب شعبي كل ده بيجي له كتير جدا، يعني مثلا ما بيعديش اسبوعين في الشتاء الا وهو عنده نزله البرد، فاللي بيجي له ده متكرر لازم ياخده عشان هيقللوا الموضوع شويه. النقطه الثانيه ان ممكن هو الطفل ده عنده مرض مزمن معين، يعني عنده سكر مثلا فده مناعته ضعيفه، الطفل عنده مشاكل في قلبه فهو اصلا مناعته ضعيفه، فده يفضل ان هو ياخده عشان نقلل اصابته بالمرض. طيب هو المصل ده بيتاخد في الشتاء فقط؟ يعني في بعض الناس تقول لك طب انا اديهوله برده على دخله الصيف، لان الصيف يعني البرد فيه بيبقى اصعب جدا جدا بمراحل من فصل الشتاء، فانا خليني اديله المصل ده على دخله الصيف علشان برضو اعمل له وقايه.
لا بس هو وقع، هو يفضل معاه سنه كامله، هيفضل معاه سنه كامله بس واقعيه. اه يعني هو ما بيتاخدش الا مره واحده في السنه اللي هو في الشتاء. اه مره واحده في السنه قبل الشتاء ما تدخل، يعني في الخريف بيتاخد في وقت الخريف قبل الشتاء ما تدخل، وهو مره واحده في السنه. طبعا لو هياخده لاول مره، احنا اولا وعمره من 6 شهور معانا لحد 6 سنين، يعني من بعد 6 شهور لحد 6 سنين، الفتره دي هو اللي احنا محتاجين ناخد فيها المصل دواء. لو احنا محتاجين، لو طفلي بتاعي محتاج زي ما قلت، هو بيجي له نزلات دي باستمرار، هو اصلا عنده حساسيه، فبالتالي لو جات له البرد هتزود له الاصابه بالحساسيه. فانا ساعتها هديله لو عنده مشاكل في قلبه، لو عنده مثلا امراض مزمنه زي السكر وما شابه، لو هو عنده اصلا نقص مناعه، انا طفلي مناعته ضعيفه جدا وبتجيله الامراض باستمرار، فساعتها ممكن نديه له. لكن بعد 6 سنين هو مش محتاجه، لان في الغالب خلاص يعني هو كبر بقت مناعته كويسه وهيقدر يقاوم زيه زي الكبير. لكن هي دي الفتره اللي احنا فعلا محتاجينه فيها. فما فيش منه اي مخاطر، وهو اصلا مش هيتعود عليه، هي مش قصه تعود، هي قصه ان هو محتاجه كل سنه، يعني هو لازم يتاخد كل سنه لو هو هياخده. يعني اول مره خالص بتتاخد على جرعتين بيبقى بينهم شهر، بعد كده بتتاخد جرعه واحده. يعني انا طفلي مثلا عنده 3 سنين سي وهياخد المصل الاول مره، هديهوله على جرعتين بينهم شهر. طب جيت السنه الجايه عايزه اديله، خلاص هيبقى ياخد جرعه واحده فقط لا غير، وبتاخد فصل الخريف. هو مفيد جدا، يعني مش مضر، مفيش منه اي اضرار اصلا. بس احنا نفهمه صح، يعني هو مش هيمنع لي البرد، اصل اديهوله وبعد كده لقيت ابني عنده برد. لا هو طبيعي ان هو ممكن يجيله، بس عدد المرات هيقل، شدته نفسها هتقل بالزبط. فهيريح الطفل شويه، هيريح الام، مش بيمنعه تماما زي ما كتير فاهمين. لا طبعا. وفي نفس الوقت هو هيريحهم نفسيا، لان هو الطفل لما بيتعب يعني بيأثر على دراسته، بيأثر على البيت بالظبط، تلاقيه بيغيب المدرسه كتير. يعني دي برده نقطه مهمه، مش عايزين الطفل اللي يصاب بالبرد يروح المدرسه، صح؟ لان هو مشكله، هو هيتعب وهيتعب الاولاد، هيتعب اللي حواليه بالظبط. طيب خلينا ندخل بقى على التغذيه. وامهات كتير جدا تقول لك انا طول الشتاء ما بقطعش البيضه في نص كوبايه اللبن وهيشربها غصب عنه، انا عايزه اقوي مناعته وعايزه اخلي عظمه يبقى قوي، والشوربه ما بتتقطعش من عندنا في البيت، شوربه الخضار وحاجات زي كده كتير. فهي اتكلمت تحديدا على نقطه البيضه مع نص كوبايه اللبن، يعني مش صعبه شويه دكتوره حنان؟ يعني فايدتها ايه طيب؟ البيض واللبن فوائدهم مهمه جدا، طبعا هو عنصر مهم جدا للكالسيوم، وفي نفس الوقت ده بروتين نباتي بيبني الجسم. بس هو مش شرط الهيئه دي في الشرب، يعني هو مش شرط الهيئه ان انا ادوبها في اللبن، انا ممكن اكل البيضه مسلوقه، او ممكن اشرب كوبايه اللبن، ممكن اقل البيضه برده واشرب كوبايه اللبن، ممكن اللبن ده احط عليه شويه كاكاو عشان برده لو الطفل مش قابله. فانا ممكن اخدهم باي صوره، بس طبعا هم مهمين يعني لا ننكر ذلك، ويفضل ان هم ياخدهم يوميا. التغذيه يعني نقطه مهمه جدا جدا في تقويه المناعه، ودي نقطة مهمة جدا، التغذية والنوم كمان. يعني أنا عايزة الابن إن هو ينام كويس برضه في فصل الشتاء، من 8 ل 10 ساعات مش أقل من كده، لأن نومه دواء بيقوي جهاز المناعة عنده. تغذيته برضه بتقوي جهاز المناعة عنده بشكل كبير جدا، وإحنا عندنا فيه 3 عناصر أساسية لازم يبقوا موجودين في الغذاء، ومعاهم حاجتين تاني، أنا عندي بروتين وكربوهيدرات ودهون يعني الناس كلها عارفاهم، لازم غذاء الطفل يكون فيه حاجة من التلاتة دايما. البروتين سواء حيواني أو نباتي، الكربوهيدرات برضه عشان دي مصدر الطاقة بتاعه بس مش هنزود منه قوي، برضه الدهون نفس الكلام مش هنزود منها قوي، والأهم منهم بقى الفيتامينات. يعني بعض الأمهات دايما بتركز في اللانش بوكس مثلا بتاع ابنها إن هي تحط له بسكوتات، إن هي تحط له شوكولاتات والكلام ده، لا احنا عايزين اهم حاجه تركز على الفيتامينات والمعادن اللي هي الخضار والفاكهه، دي اول حاجه تحطها في لانش بوكس ابنها. حطي خيار، حطي جزر، بروكلي لو الاولاد بيحبوه، يعني حطي اي نوع خضار موجود، وحطي نوع فاكهه كمان خاصه الموز، يعني الحمد لله كل الاطفال بيحبوه وهو مهم جدا ليهم، مليان مغنيسيوم ومليان بوتاسيوم، ودول مهمين جدا برضو لجهاز المناعه. فاهم حاجه تحطها الخضار والفاكهه، وبعد كده تحط معاهم السندوتش اللي هو هياخده ابنها، ويا سلام بقى لو في جبنه او بيضه معاهم، يعني هي بتعمل يعني زي وجبه متكامله لابنها. طب حنان خليني، بما اننا اتكلمنا عن الاكل والتغذيه والولاد في المدرسه، والنهارده اول يوم مدرسه في مصر، ف وطبعا اكيد شفتي على السوشيال ميديا قد ايه لانش بوكس مكتاحه، يعني مكتسحه بشكل كبير، بقى ايش في دبابيسه على فراخ على جمبري على مش عارف ايه. خلينا نتكلم بصراحه، ايه اللي هيفيد ابني هو قاعد في الفصل عشان يركز وياكل ايه؟ يعني في ناس تقول لك لا ده اكل غدا ما ينفعش يتاكل على الصبح، في ناس تقول لك ماله الجبنه بالطماطم والخيار والجبنه الرومي ولا اللانش ولا الحاجات العاديه اللي احنا يعني اتربينا عليها وما زال الناس اصلا بتاخدها معاها، يعني سواء كبار او صغيرين. حطي بقى اللانش بوكس الايام دي بقى هيتحط فيه ايه؟ اللانش بوكس لو هي فعلا عايزاه يبقى مليان غذاء لابنها، اول حاجه بتحطها فيه خضار وفاكهه. دول فيهم فيتامينز ومينرالز الجسم فعلا محتاجهم، اللي هي الفيتامينات والمعادن، ودي فعلا اللي بتديله بتقوي جهاز المناعه عنده في ان هو يقاوم امراض كتيره جدا. بس الى جانب ذلك انا عايزه ابني يكون عنده نشاط، عايزه يكون عنده حركه يقدر ان هو يستوعب ويتحرك ويروح ويجي، فلازم احط مصدر كربوهيدرات يعني. فالمصدر ده بيكون في الغالب هو الساندوتش اللي جواه الحاجه، سواء العيش البلدي او العيش الفينو اللي هو جواه بقى، ونحط جواه مثلا حاجه من الكالسيوم، قطعه جبنه او بيضه مسلوقه،
ده في الغالب الطفل محتاجه. بس حته ثانيه برضو امهات كتير بتغفلها موضوع المكسرات دي، بتبقى مهمه جدا جدا للنشاط الذهني نفسه. ففعلا عشان يكون منتبه وعشان يكون مركز نحاول نحط له شويه مكسرات، شويه فول سوداني صغيرين، شويه زبيب. ممكن خلينا في الفول السوداني وفي الزبيب، لان الباقي الحاجه صراحه اسعارها وهميه جدا يا دكتوره حنان. طبعا يعني طب الفول السوداني والزبيب ممكن يأدوا اداء العين الجمل والفستق والبندق؟ كلهم فيهم الزيوت النباتيه اللي احنا محتاجينها. فول سوداني زيه زي الباقيين طبعا. كل واحد بيتميز بحاجات زايده شويه يعني، مثلا بس الحمد لله يعني بس يعني انها هتأدي ولو 70%. هتأدي طبعا، هتأدي وما نهملهمش، ونعود الطفل ان هو يحبهم وياكلهم يعني. فهي في الغالب ده اللي محتاجه. لكن حته قصه البروتين الحيواني اللي الناس بتفكر فيها، انا لازم احط مثلا فراخ، انا لازم احط ناجتس. الناجتس دي مضره جدا على فكره يعني، لان كلها بتبقى حاجات مصنعه، هي مش عارفه انت مصنعه منين ومش عارفه مصدرها. فانت اعملي حاجه في البيت لابنك بس في الغالب يعني هو هيرجع وهيتغدى. لو هو مثلا بياخر في المدرسه قوي خلاص، ساعتها ممكن افكر ان هو لو ابني هيبقى مثلا الساعه 6 ولا حاجه، فساعتها هفكر ان انا احط له بروتين حيواني بالزبط. لكن مش هو الاساس. انا اهم حاجه عندي احط كربوهيدرات ونشويات ودهون وشويه خضار وفاكهه على شويه مكسرات ينبهوا ابني يعني، كده اللانش بوكس كده رضا قوي فل. يعني تمام الحمد لله. طيب جالنا سؤال على الخاص، الاطفال قبل الفطام بيبقى عندهم نقص حديد، وازاي هنعوض الفطام ده بجرعات حديد ازاي، وامتى ااكله زبادي؟ نقطة مهمة جدا موضوع الحديد، زي ما قلت هو فيتامين دي خلاص اصبح رول حاليا، ان لازم قبل سنة الاطفال كلهم ياخدوهم من بره، خاصة لو بيرضع طبيعي. ده يمكن بعد الالبان الصناعية بتكون مزودة بيهم، لكن الرضاعة الطبيعية بتكون عندها نقص في الاثنين دول. فعلى طول بعد ابني ما يكمل شهرين لازم ابدا معاه فيتامين دي دروب من غير كالسيوم، فيتامين دي فقط. على 4 شهور لازم ابدا معاه الحديد برضه نقط، وياخدهم الطفل لحد سنة. بعد سنة انا ساعتها ممكن ابدا اقيم الطفل اشوف هو محتاج ولا لا. بس دول مهمين جدا عشان ما اجيش بعد كده اشكي ان ابني مش بيمشي كويس، مش بيقعد كويس، حاسه ان عظمه لين او طري وهكذا. تمام. قصه الجرعه قد ايه دكتوره حنان؟ فيتامين د بيبقى اصلا محتاج يعني، لو احنا مديك وقايه هم 500 وحده بيحتاجهم في اليوم. دول في الغالب بتبقى يعني 5 نقط او نص قطاره فقط لا غير، بياخدهم الطفل يوميا. الحديد نفس الكلام، بيحتاج برده 6 مللي جرام في اليوم بياخدهم، برده على حسب الجرعه المستخدمه، في الغالب بترسي على نص قطاره ولا حاجه. فيمشي عليهم لمده سنه الطفل دوا، يعني هيريحوه من مشاكل كبيره جدا بعد كده. معظم الاطفال للاسف بيبقى عندهم انيميا نقص حديد، معظمهم بيبقى عندهم لين في العظام بسبب الاثنين دول بيكونوا مهملين. فدول مهمين جدا لازم قبل سنه يبداهم. تمام جدا. طيب الوقايه خير من العلاج؟ قبل ما اتكلم معاكي عن العلاج سريع، مش معايا الا دقيقتين، خلينا نقسمهم دقيقه وقايه ودقيقه علاج. ايه الوقايه من امراض الشتاء لكل اللي بيسمعونا النهارده؟ الوقايه مهمه جدا 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 في امراض الشتاء، لان زي ما قلنا هي مشكلتها كلها ان طرق العدوى سهله. فانا عندي اول حاجه ان انا ابني لو اصيب بنزلات برد لازم ان هو يعزل عن الباقيين، مهم جدا سواء اخواته في البيت او سواء اصحابه في المدرسه. فحمايه لابنك وحمايه للناس، ان انت ابنك لما يعيا خليه معاكي في البيت يومين او ثلاثه، يعني مش شرط المعدل الدراسي قد ما مهم صحته ان هو ما يصيبش الباقيين. فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ان انا اصلا في قواعد بسيطه جدا للنظافه العامه لازم اعودها ليا ولاولادي، وبتقي من امراض كتيره كتيره جدا يعني. انا بس مجرد ان ابني اقول له قبل ما تاكل اي حاجه، اما تمسك اي حاجه تحطها على بقك اغسل ايدك بس، مش عايزين اكتر من كده. اقف بس تحت الميه، عد لحد 20 واغسلها ميه والصابون. دي كده ممتازه، هتقيك من 90% من الجراثيم والامراض. فليه بقى؟ لان انا اصلا الطفل عطس، يعني نشر العطسه جت على الترابيزه وجت على السرير وجت على الاكره بتاعه الباب وجت على الكراسه وجت على الشنطه، يجي زميلي مسك الحاجه معايا. مجرد استخدم منديل، استخدم منديل وانت بتعطس يا حبيبي، وبعد ما تخلص ارميه مش تحطه في جيبك، لان هو المنديل خد الميكروبات حطها في جيبه وجيبه بقى فيه الميكروبات. يجي بكره يمسك يطلع اي حاجه من جيبه خد الميكروبات. بالظبط. مجرد حاجات بسيطه جدا في موضوع العدوى دي، يعني احنا لو مشينا عليها يعني فعلا بنقي نفسنا من امراض كتيره جدا. نقطه مهمه برضو ان الام في البيت او حتى المفروض يعني في المدرسه تنظيف بسيط للاسطح، يعني شويه كحول بسيطه في البيت او اي سبرتو، وانظف وامسح الحاجات، لان دي كلها اماكن لانتشار الميكروبات. طب سريعا العلاج يا دكتوره حنان ايه؟ العلاج انا حابه ان دايما اي حد بيصاب بنزلات البرد في الشتاء، اهم حاجه المشروبات الدافيه، اهم حاجه السوائل اديها لابني، خفض حراره بسيط. لو الموضوع اتطور لازم اعرض على الطبيب طبعا يعني. تمام. دكتوره حنان علي اخصائيه طب الاطفال وحديث الولاده، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، شرفتينا وافدتينا، وان شاء الله اتمنى السلامه والصحه لكل اولادنا ولينا جميعا يا رب على دخله الشتاء، ويجعلوا عام دراسي جديد وسعيد وتفوق عليهم. امين. تمام مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم، نتمنى الصحه والسلامه لكل مشاهدينا ومتابعينا، وعام دراسي جديد وسعيد عليكم. بشكركم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعه، ونشوفكم باذن الله تعالى في حلقه جديده بكره على الهواء مباشره، ودايما معاكم وبيكم بيتنا احلى.